بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي ضيوفك الكرام والمشاهدين الأعزاء. طبعا أن الاعتبار أن المحافظات غير مقتدرة على الصرف هذا خلاف الواقع، يعني أفضل من الوزارات الاتحادية المحافظات صرفت، مع ملاحظاتنا على بعض المحافظات التي لم تنجح في تنفيذ الخطة السنوية، وهذا واحدة من الأسباب التي حصلت عام 23 أن التمويل كان متقطع وغير ما بانسيابية، وبدأ بالنصف الثاني لعام 2023، وهذا العام كذلك ضاعت على المحافظات ما يقارب الخمسة أشهر ستة أشهر، والمحافظين يأتون إلى بغداد ويرون أن المشاريع يتم العمل بها ثلاث شفتات وتمويل موجود لهذه المشاريع، بينما المحافظات تشكو من التمويل وتأخير هذا التمويل. طيب. ما تم درجه في جداول الموازنة أكثر من 2.5 تريليون ل 15 محافظة. نعم. إذا ناقشنا هذا الموضوع يوم غد مع وزير المالية كلجنة مالية، وتم ضمان تدوير المبالغ التي لم تصرف عام 2023، وهي بالحقيقة لم تمول ولم تكن هي دخلت في حسابات المحافظين. إذن وزيرة المالية ستكون بضيافة اللجنة يوم غد؟ من المفترض يوم غد ستكون وزير المالية بضيافة اللجنة المالية. اليوم كان عندهم اجتماع مع المحافظين ورئيس الوزراء بحضور وزير المالية وزير التخطيط، وإذا ضمننا 4.5 تريليون ما مصروفة عام 23 وتعتبر هي مبالغ مدورة ومضمونة للمحافظات باعتبار أن هذه حقوق مكتسبة لابد أن تصرف على المشاريع، مطلوب من المحافظين أن يبذلوا جهدا كبيرا في إدراج المشاريع الجديدة وتمويل المشاريع المستمرة بجدية، وأن يكون التنفيذ على مستوى عالي من الإتقان لكي نفتخر بتجربة مجالس المحافظات والمحافظين. طيب. ونحن نعلم أن المحافظين والمجالس هم باحتكاك مباشر مع مواطنيهم.